هنبدأ زي ما احنا متعودين مع حضراتكم بأهم وأبرز مباريات النهارده، وهنبتدي من نهائي كأس السوبر الأسباني واللي بيقام في السعودية الساعة 9 مساء. هيقابل أكيد ريال مدريد برشلونة على استاد الملك فهد الدولي. نروح معاكم لمباريات البريمير ليج أو الدوري الإنجليزي في جولته العشرين. نيوكاسل يونايتد هيكون على ميعاد مع فولهام الساعة 4 في نفس التوقيت الساعة 4، تشيلسي هيكون على ميعاد مع كريستال بالاس، وتوتنهام هاتسبير هيكون على موعد مع الأرسنال الساعة 6:30 مساء. نروح لليجا الإسبانية في جولتها ال 17، ختافي هيكون على ميعاد الساعة 3 مع اسبانيال، والميريا هيكون على ميعاد مع أتلتيكو مدريد الساعة 5:15. وللدوري الايطالي في جولته ال 18، ساسولو ولاتسيو في مباراه جاريه الان، وتورينو هيقابل سبيزيا الساعه 4 في نفس التوقيت الساعه 4، اودينيزي هيكون على ميعاد مع بولونيا، واتلانتا كمان هتكون على موعد مع سالرنيتانا الساعه 7، روما كمان هتقابل فيورنتينا الساعه 9:45 دقيقه. نروح بقى مع حضراتكم لجولتنا في الاخبار العالميه، ونبتديها بكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونه في نهائي السوبر الاسباني نسخه 2022، واللي هيقام النهارده على استاد الملك فهد الدولي الساعه 9 مساء. فاز فريق ريال مدريد على فالنسيا بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بنتيجه 1-1 في الدور نص النهائي من بطوله كاس السوبر الاسباني. تخطى برشلونه عقبه ريال بيتيس بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2 في نص النهائي. أكيد بيسعى ريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إن هو يتوج باللقب ال 13 من بطولة كأس السوبر الأسباني، وكمان يعادل غريمه برشلونة الأكثر تتويجا بالمسابقة في التاريخ. أكيد برضو بيتطلع فريق برشلونة بقيادة المدرب الشاب هرنانديز إن هو يحصد اللقب ال 14 ليه من بطولة كأس السوبر الأسباني، وكمان يفضل معزز صدارته لقائمة الأكثر تتويجا في المسابقة المحلية. نروح معاكم لنجمنا المصري مصطفى محمد، ولا يقودنا انت قصاد مونتليه في الدوري الفرنسي الساعه 4 عصرا النهارده بتوقيت القاهره. بيتواجد نانت في المركز ال 14 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، رصيده 18 نقطه جمعهم من الفوز في 3 مباريات، التعادل في 9 مباريات، والخساره في 6 مواجهات، وتسجيل 18 هدف، تلقى كمان 24 هدف. بينما بيحتل مونتليه في المركز الخامس دلوقتي 15 رصيده 17 نقطة جمعهم من الفوز في 5 لقاءات، اتعادل في مباراتين وخسر 11 مباراة. أكيد بيسعى نجمنا المصري مصطفى محمد إن هو يقود نانت النهاردة للفوز وحصد نقاط المباراة الثلاثة عشان يتقدم للمراكز الأمامية في ترتيب الدوري الفرنسي، ويزحف أكيد للمربع الذهبي عشان يضمن مقعد أوروبي في الموسم اللي جاي. بيتسلح مونتليه النهاردة بعامل الأرض والجمهور، وأكيد بيطمح إن هو يفوز ويخطف نقط المباراة عشان يفوز على المنافس المباشر ويقدر إن هو تخطى نانت في الترتيب، خصوصا طبعا وان الفرق ما بينهم نقطه واحده في الوقت الحالي. كمان اكد الفرنسي رودي غارسيا المدير الفني لفريق النصر السعودي على مشاركه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمره الاولى بقميص النصر قصاد الاتفاق الاسبوع اللي جاي في الدوري السعودي للمحترفين. وقال غارسيا خلال المؤتمر الصحفي بعد التعادل دون اهداف مع الشباب عشان يحافظ على صداره الدوري، رونالدو هيكون حاضر قصاد الاتفاق يوم الاحد يوم 22 يناير في استاد مرسول في الجولة ال 14. تعاقد النصر مع رونالدو صاحب ال 37 عام قبل أسبوعين، لكن غاب عن مباراتين قصاد الفريق أو قصاد فريقين بسبب طبعا إيقاف سابق منذ ما كان في مانشستر يونايتد، وممكن يخوض الهداف التاريخي للمنتخبات وطبعا لريال مدريد مباراته الأولى في السعودية خلال لقاء ودي بيجمع لعيبة النصر مع الهلال ضد باريس سان جيرمان يوم 19 من شهر يناير. دي كانت جولة سريعة جدا في أخبارنا العالمية، تعالوا دلوقتي سريعا نروح للجولة المعتادة في الصحف العالمية. هنبتدي من عند صحيفة ماركا اللي ركزت على نهائي كأس السوبر الأسباني في السعودية في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، وكتبت عاصفة الصحراء. الصحيفة اتكلمت عن نتائج مباراة الدوري الأسباني، واهتمت كمان بفوز ريال سوسيداد بدربي
بلد على اتلتيكو بلباو 3-1. صحيفه كمان اهتمت بهزيمه المان سيتي قصاد مانشستر يونايتد 2-1 في الدوري الانجليزي الممتاز، وكتبت جوارديولا ينفجر ضد التحكيم بعد السقوط في الدربي. كمان اهتمت ببدايه رافائيل نادال في بطوله استراليا المفتوحه للتنس، وكتبت نادال يبحث عن بطوله كبرى جديده. صحيفة سبورت كمان ركزت على نهائي كاس السوبر الأسباني ما بين برشلونة وريال مدريد في الرياض، وكتبت نحن في حاجة للفوز بكاس السوبر الأسباني وبرشلونة يبحث عن أول ألقابه في عهد تشافي. الصحيفة برضه اهتمت بفوز مان يونايتد على المان سيتي 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت مانشستر يونايتد يسقط السيتي وسط حالة من الجدل. كمان اهتمت الصحيفة بفوز جيرونا على إشبيليا 2-1 في الدوري الأسباني. صحيفة الموندو ديبورتيفو ركزت على نهائي كأس السوبر الأسباني ما بين ريال مدريد وبرشلونة في السعودية، وكتبت سوبر كلاسيكو. الصحيفة اهتمت بفوز مانشستر يونايتد على المان سيتي 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت ريمونتادا المان يونايتد على المان سيتي بهدف حاسم من راشفورد. كمان اهتمت ببداية رافائيل نادال في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ونتائج مباريات الدوري الأسباني. وفي فرنسا صحيفة لوكيب ركزت على فوز أولمبيك مارسيليا 3-1 على لوريان في الدوري الفرنسي، كتبت الثقة الهادئة. كمان الصحيفة اهتمت بمباراة رانو باريس سان جيرمان. وفي إيطاليا صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت ركزت على تعادل ميلان وليتشي 2-2 في الدوري الإيطالي، وكتبت ميلان إذا يخسر كل شيء. كمان اهتمت بمارتينيز مهاجم انتر ميلان واللي قاد فريقه لاقتناص الفوز على حساب فيرونا بهدف دون رد، وكتبت انتر ميلان دائما لوتارو. الصحيفة كمان اهتمت بيوفنتوس وكتبت غضب النادي من ألاجري وشبح كونتي وزيدان. دي كانت جولة سريعة جدا في أخبار الكرة العالمية.